وصار لجرينتا العزيمه حتى لاخر دقيقه، وجاتنا برشا فرص. الفضل للملاعبيه والاطار الفني وتوفيق من عند الله. كما شفتوا اليوم الاطوال كانت احسن من الترجي، والفيكتوار عن جداره، وخلي تعطي رونق لها البلاي اوف هذايا. تخلط الاوراق من جديد، وكما قلت لك معنا احنا مقتنعين كل ما يورغاني ماذا بينا الشامبيونات نتاع السنة الاجدر بها هو اللي يربح. اليوم الاطوال كانت اجدر وكانت عازمه عن النتيجه اكثر من الترجي. الحمد لله ربي انصفنا، ما كناش في نهارنا قدام صفاقس وكانت ظروف معينه. اليوم النجم ورا اللي هو ولا فريق باهي، ولا فريق ينجم ينافس على البطوله. احنا قلنا من الاول فريق صغير، كل ماتش مش ناخذوه بماتش بالماتش، وبعد نشوف في الاخر شو مش يصير. اليوم حققنا المراد وانتصرنا. هنيئا للجمهور، هنيئا للملاعبيه، هنيئا للناس اللي شاركت الكل. وان شاء الله النجم ديما متفوق، وتوا نحضروا المقابله نتاع بجايه، ونحضروا المقابله الجايه، وهاك تشوف معنا الفرحه اليوم نفرحوا بها بالقدا، وغدوه نعاودوا من جديد نحضروا للمقابله نتاع بجايه. وان شاء الله ان شاء الله النجم ديما حاضر، وان شاء الله ديما النجم في تالق، وان شاء الله يعطي روحك. شفت روح معنا انتصاريه واسبري سبورتيف، مقابله ما صار فيها ولا حاجه، كانت روح رياضيه متواجده. مقابله تعدات في كنف معنا امور مريقله، والحمد لله ما صار حتى شيء على التراب. الاطوال سحقت النتيجه نتاعها، وحظ اوفر للترجي المره الجايه. وماذا نجم نقول لك؟ حسن الجيسون تاع سي رضا شرف الدين، يعني عوده زياد الجزيري، عوده حسين جنايح، يعني خلى جو اخر في الاطوال. صحيح، حسين وزياد جابوا الاضافه، قربوا الفريق، عاونوني شويه من الناحيه المعنويه ومن الناحيه التاثيريه ومن الناحيه المتابعه والكل، ودفع معنوي. يعني بغيت يرضى رضا شرف الدين؟ لا والله لا، ما ريت. احنا كما قلت لك احنا فاتحين ايدينا للناس الكل. كانت الظروف سانحه، وقت اللي صلحت الظروف فتحنا البيبان. في الفتره هذه باش ينجموا يعاونونا في البلاي اوف، جابوا الحق يقال، جابوا الاضافه، ولت لحمه، ولت عائله، ولت روح اخرى. والحمد لله احنا مسكب، احنا النجم فريق الناس الكل، فريق الملاعبيه، فريق الجمهور، فريق المحبين، فريق الناس الكل. واللي نجم يعاون من بعيد ولا من قريب احنا ما نسكروش عليه الباب. اللي يبدا نيته صافيه ويحب النجم ويخدم الا لمصلحه النجم، احنا ما يرى منا كان الحاجه الباهيه ونفتحوا له البيبان. وهنيئا للنجم اللي عنده رجالات، وهنيئا للنجم اللي عنده مسيرين كما زياد ولا كما حسين ولا كما سي جلال. واحد ولا اثنين شويه على فريق كما النجم الرياضي الساحلي. الحمد لله.